شوفي جاجا خلاص بحجاجا بتنسرقوا بتسرقوا الجاجا تياب العمي. لا كيف بيكونوا عم يتمشوا؟ لكم عم يتمشوا وعمل لك ما عارف فيه لا حس ولا خبر. ما في جاج، راح الجاج انخرب بيتنا. تم فارع على هالمشارة، ما في جاج؟ لا ما في. انخرب بيتك يا خالد. لا هذا الحكي ما عاد ينسكت عند النوم. دخيلك يا ابن عمي. فيروز يا فيروز، أنا رايح على البرية حط لهم هالجاجات أكل وأمره على السوق، بدك شيء؟ الله يعوضك عن هالشغلة بأحسن. وليش مو عاجبتك هالشغلة؟ أي والله شغلة الجاج مو لايق قلتلك، مو شايف بدنك كيف عم يتحسس والسعلة ما عم تفارقك؟ لك صلي على النبي، لك فيروز صلي على النبي، يعني لقيت شغل وما اشتغلته. في بإيدي مصلحة وما اشتغلت فيها، شوفت عينك، عنا هالكم جاجة، عم يرمونا كم بيضة، عم نتاجر فيه. يلا ابن عمي، المهم رزقها حلال. ألف الحمد لله. إيها يا عيني عليكي، هذا الحكي. شوفي لو ملاقي شغل غير هالشغلة والله لا أترك لها الشغل. بس ما في شغل شوفت عيني. بسيطة ابن عمي بسيطة، الله يرزقك يا رب. لك الله يخلي لي إياكي. شوفي اليوم جايب لك جاجة، رح نذبحها ونعمل عليها من سفرز، شو رأيك؟ براسي مثل ما بدك. يلا بخاطرك الله يطمنك. مع السلامة ابن عمي. وحسب ما عم يصلني من أهل الحارة شيخي، هذا الحرامي مو مخلي حدا من شره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله الناس مو ناقصهم مصايب، يعني فوق تعتيرهم عيشتهم بالقلة والدلة، كمان تنسرق بيوتهم. لك قسما بالله العظيم إذا بعرفه يا شيخي لدعسه برجلي بنص الحارة. مصير المخطئ ينكشف يا ابني، مصيره ينكشف قد ما دارت الايام الا ما يوقع. يعني شطارته ليمتى رح تحميه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شيخي الناس تعبانه، الناس مو لاقيه. علي خالي السلام عليكم. عليكم السلام. ايدي بزنارك يا شيخ، ايدي بزنارك يا عقيد. شبك يا ابني يا خالد مو على بعضك؟ لك منين على بعضي؟ شلون بدي اكون على بعضي؟ رزقي كله راح يا شيخ. عود عود عود، فهمنا شو صاير معك. وي قاعدة. لا حول ولا قوة الا بالله. خير؟ اخ يا شيخ، انتو كلياتكم بتعرفوني، انا زلمة معتر، عندي هالكم جاجة عم ترزق من وراهم، واقسم بالله اني جايبهم بالحلال ومن عرق جبيني. لك هذا الكلام نعرفه منيح، لا تضوج لي، فهمني شو صاير. لك حملنا حالنا ورحنا على الجاجة، طب غن ما لقيناه هون. إلا بالله، وين بدهم يكونوا راحوا؟ شو بعرفني يا شيخ؟ شبنا خالد، لا تكون نسيان باب الإن مفتوح والجاجات هربوا امبارح. عم قل لك مخلوع قفل الإن الجاج ومسروقين الجاجات من جوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى الفقير ما سلم من الحرامي. ليش أنت بتعرفوه؟ شبنا خالد، لو بنعرفه للحرامي ما كنا تركناه يسرح ويمرح بالحارة. في بحارتنا حرامي لهلا ما لقطنا. بس يا جماعة أنا أندبوري، يعني ما في بعيلتي ولا نقلة، شو أعمل؟ طول بالك يا ابني طول بالك، كل مشكلة ولا ألف حلال. أنا حاسب حسابك بالمية اللي عملوها أهل الحارة الفارة والمساكين. هلا بعطيك خصتك وبتروح بتشتري بدال الجاجات بتترزق منهم. لك ربي يخلينا إياك يا شي، الله يرضى عليك، ربي يخليني اياك ويطولنا بعمرك. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. لا تاكلها، محلولة محلولة. الله يطولنا بعمرك يا رب. لك انت شو عم تحكي يا ابن عمي؟ لك الله لا يوفقه، الله يكسر ايديه اللي سرق واخذ هالجاجات. لك اسكتي، لو مال الله والشيخ عبد الحق كنت تبهدلت، راح اعطاني مصاري اللي روح جيب محل الجاجات. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، يكتر الف خيره هالشيخ. عم يقول لي العقيد حسني يخرب بيته هالحرامي، لك مو مخلي حدا مو عامل له مشط، لك نازل على بيوت العالم كلها. ايه مزبوط ابن عمي مزبوط، من يومين قالت لي بهية انه نازل الحرامي على بيت حماها واخذ صندوق الذهب مثل مانو. لعمة صندوق ذهب؟ ما حدا حس عليه؟ لو حسوا عليه كانوا كمشوه، باينتو هالابن الحرام ايده خفيفة. لك فهمنا، ايده خفيفة وهدول الجماعة معهم مصاري هالقد ومعهم ذهب، بس نحن شو جابوا لعنا؟ ما عنا غير كم جاجة، الله لا يوفقه، أخذ لنا ياهو. الله ياخده، الله ياخده.
طيب ابن عمي، وين بدك تخبي الجاجات؟ هالمرة بدي اطرقه خازوق يطلع من راسه، بدال القفص بدي اعمل لهم قفصين، يعني قفص داخلي وقفص خارجي، بدي اشوف شو بده يسرق الجاجات. الله لا يوفقه. اوف، ايه بس على حد علمي انت اشتريت غيرهم. ما هن غيرهم اللي انسرقوا. لك كيف؟ ما انت على اساس حطيتهم بقفصين، وفي فرق بين القفص الاول والقفص الثاني. لك ابن الحرام شالهم هن والقفصين. الله اكبر. لك خير خير، شوفكم هيك اصواتكم طالعه وجوهكم ما بتتفسر. لك شوفي. ولك جاجاته انسرقوا. لا 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 لا، انسرقوا؟ ايه. لك شلون انسرقوا؟ ابن الحرام سرق له الجاجات مع القفص. ايه سيدي، مع القفص. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالقصة هاي؟ لك يخرب بيته هالحرامي. لك عن جد بلا شرع. اسمع أبو الخيل، أنت لازم تروح على الكركون وتشتكي عليه هلا. شو بدي أقول له؟ شو بدك تقول له؟ بتقول لهم إنه سرقوا جاجاتك. إيه والله، يعني بس بيني وبينك ما رح يستفيد شيء، لأنه أهل الحارة عم بيروح منهم ذهب وعصماليات ومباريم، وما عم بيسأل الكركون على شيء. العمى على القصة. والله معك حق. طيب والحل؟ شو بدك تعمل هلا ابو الخيل؟ والله ما بعرف. لك ما عاد إلي عين اطلب من حدا يساعدني. لا حول ولا قوة الا بالله. اخي انا بساعدك. لك حطوا الميت فوق الميت، صار تحتي عين، انت اللي فيك مكفيك. لك لا يا صاحبي، شو هالحكي؟ يعني عدم المؤاخذة، يعني صاعين المصاري اللي معي مو حرزانة. بس انت بتضل اخي، واجبي انه انا اوقف معك وساعدك. بس ليك ها من هلا شرط، اذا بتجيب جاجات ما بتروح تحشي اياهم بالبريه. لو وين بدي احطهم؟ بتحطهم عندك بالبيت وبتامن عليهم باوضه من الاوض تبع البيت. مزبوط ولا لا لك عمي؟ لك مزبوط، لازم تحطهم بالبيت هيك بعد حدا يقرب. ها هذا الحكي اللي بينسمع؟ حطيناهم بالبيت وما سالنا. اوه، تشرب لك كاسة شاي طاري؟ ايه والله. صب صب صب. جيب له كاسة. تعا عود عم طاري، تعا. والله ما في منك انت. الجاجات خلاص، بحجاجات تنسرقوا، تنسرقوا الجاجات يا ابن عمي. لك كيف بيكونوا عم يتمشوا؟ لك وين عم يتمشوا؟ عمل لك ما عارف فيه لا حس ولا خبر، ما في جاج، راح الجاج انخرب بيتنا. دم فارع على هالمشارة، ما في جاج؟ لا ما في. انخرب بيتك يا خالد، لا هذا الحكي ما عاد ينسكت عن النوم. دخيلك يا ابن عمي. يعني شو نعمل؟ اي لا، هاي القصة ما عاد ينسكت عليها منوب. المرة الماضية كنت حاطط جاجاتك بالبرية، إن الحن هادي برية ما فيها لا هابوب ولا دابوب وبتنسرق. أما هالمرة انسرقوا الجاجات من نص بيتك. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي يعني إنه في حدا بيعرف إنك رجعت اشتريت جاجات، وهالمرة بالذات حطيتهم ببيتك، لأنه عدم المؤاخذة. يعني مين هذا الحرامي اللي بده يخطر على باله ينط على بيت مهرهير ويقول انه في جواته رزق ممكن ينسرق منه؟ ومين بيكون عامل عقيد؟ انت اللي بدك تعرف، انت اللي بدك تعرف قدام مين حاكي. لعمة ناظم وطارق. خير عقيد؟ خير شيخي؟ شو القصة؟ انتو بتعرفوا انه خالد زلمة آدمي وعلى باب الله؟ مزبوط. لك والنعم منك ومنه، والنعم منه ابو الخل ما في منه والله. لك ومنك عمي نظيم. ايه والله خالد ما في منه. وخالد بتعرف انه بيسترزق ابنه رشاش. اول مرة سرقوا جاجاته ما حكينا، اعطينا مصاري وراح اشترى جاجات مرة تانية، وبالمرة التانية كمان سرقوا جاجاته. ايه بس يا شيخنا، مو بس خالد اللي عم يسرقوا جاجاته، يعني عدم المؤاخذة انه نص اهل الحارة سرقت بيوتها. مزبوط كلامك.
ومشان هيك نحن لقينا انه لازم نضل ورا الحرامي لحتى نعرفه. ايوه يعني عقيد شلون بدكم تعرفوا مين هو اذا الكراكون بذات نفسه ما عم يعرف؟ والله لما سرق خالد مره ثانيه ومره ثالثه ومن نص بيته لقينا انه ما بيحك جلدك غير ضفرك، مشان هيك ضلينا ورا القصه لحتى عرفنا مين هو الحرامي. واخر سرقه صارت ببيته لخالد عرفنا مين الحرامي من الريشه اللي كانت على راسه. خسيسو واطي خسيسو لك؟ ليش هيك عم تحكي معي عقيد؟ شو عملت له؟ لأنك أنت الحرامي، أنت الحرامي اللي عم يسرق أهل الحارة. لا لا أنا مالي حرامي، مالي حرامي. كان ليش لحمست على راسك ولا؟ ليش لحمست على راسك ولا؟ احكي اعترف لحالك ها؟ لا اعترف، لا اعترف عقيد. مظبوط كلامك. أنا اللي سرقت الجاجات وأنا اللي عم يسرق بيوت الحارة كلياتها. بس بوس إيدك يا عقيد. لعنة الله عليك. بوس إيدك. لا تاخذني على الكركون، والله لا رجع كل شيء، كل شيء أخذته برجع. بدك ترجع كل شيء وما راح أخذك على الكركون. بدي أخذك على نص الحارة ودعوس أكونيك. لا بوس إيدك لا تفضحني. شو لا؟ بوس إيدك. صفية! لك يا ابي صفية! خير خير، شو في يا ابي؟ لحن جوزك لحين! شو بو؟ قلب الحنتور عليه، قلب على رجليه، ورجليه عم تخطر خدي بالدم! يا علي يا عليك يا قاسم! لك روح البسي هلا، روح البسي من اللحن خلصت الحالة! شو هالمصيبة هاي؟ شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! احكي لي ابن عمي كيف صار هيك؟ لك ما بعرف، ما كنت معه أنا، ما كنت معه، هيك حلولي! لك يلا يا صفية! لك صفية! يا حسرتي عليك يا بنتي، يا مسكين يا قاسم، والله كان رجال وقبضاي وشغيل، بس ما بعرف شو اللي صار. شو بده يصير يعني؟ كان رجال ولا صار عاجز؟ ايه عاجز ورجل واحدة، يعني بده مين يخدمه؟ وبنتنا ما رح تتخلى عنه. لك مو هاد اللي عم تفكر فيه أنا. لك عن شو قصدك يا رجال؟ قصدي قاسم ما عاد يناسبها ولا يناسبنا. شو يلي بذهنك؟ لك شو اللي بذهني؟ لك الرجال عاجز وبرجل وحدة، يعني بده مين يقومه، وبده مين يقعده، وبده مين يشربه، بده مين يطعميه، بده مين يحممه. لك بعدين بنت مو خرج الشغلة كلها. تعرف الحادثة صار لها 4 أشهر وبنتك ما تخلت عنه. ما تخلت عنه؟ لك افرضي هلا معهم قرشين وخلصوا القرشين، شو بدهم يعملوا؟ ماشي بساعدهم سنة سنتين، لك وبعدين لك ام وفاء. والله أنا خطر على بالي هاد الشيء، بس قلت لحالي خليها على الله. أم وفاء، أنتِ بدك تساعديني بهذا الموضوع، بدك تحكي مع البنت من شأن الطلاق. ولي طلاق؟ إيه طلاق. شو أمي؟ بدك يعني اترك جوزي ابو بنتي وعم تساليني شبكي؟ لك يا بنتي احسن الك وإله، جوزك صار عاجز وانت ما قصرتي بحقه وما رح اقصر بعمري. بترك روحي وما بتركه، هو بحبني وانا بحبه وعنا بنتي بتسوى الدنيا، ما رح اتركه. عم تفهمي؟ شو من شانك؟ انت لساتك صغيره، جوزك صار عاجز ولك عاجز، عم تفهمي؟ وما رح يقدر يجيب اولاد مره ثانيه من كل النواحي. نحن اصلا عم نحكي لمصلحتك. مصلحتي ابقى مع جوزي، عم تفهمي امي؟ بوس ايدك فهميني.
سلامتك يا روحي. عن أنو سلامة عم تحكي؟ يا ريتني متت ولا صار معي هيك. بوس إيدك ما تحكي هيك. والله وجودك جنبي وبالبيت بيسوى الدنيا وما فيها. مظبوط. رجعت على البيت بس ما عاد لي طعمة. صرت عاجز. جوزك صار عاجز، عم تفهمي؟ ابن عمي، ابن عمي ما تحكي هيك بترجعك. انت عندك قلب، قلبك بعده موجود وبيحبني وبيحب بنتك هدى، بحب ابوك كمان. عمو، عمو احكي له، احكي له انه وجوده بهالبيت اغلى من الذهب عنا. بعين الله لك ابني، بعين الله. هذا ابتلاء من رب العالمين. ما فينا نقول الا ما يرضي ربنا. والله يا رجال، جن جنونة لما حكيتها بالموضوع وما رضت تسمع مني ولا حرف. ايه، اصبح الحديث مو معها. لكن مع مين؟ معهم هن. لا يا رجال، الله يخليك، بتكفي مصيبته. لك هو بيعرف انه مصيبه، لك بيعرف انه هو مصيبه كبيره، لك عاجز هاد، لك ما بتفهمي انت، لك ما بتفهمي شو يعني عاجز، ولك عاجز عاجز عاجز. كثير صعب وقاسي يا ابو موفق الشيء اللي عم تطلبه، خصوصي بهالظرف هاد. اسمع ابو قاسم، نحن ما اخذنا البنت من اول يوم، هي صار لها ست شهور وعم تخدمه، لذلك البنت تتطلق وترجع لعندي على البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو قاسم، البنت صبية بأول عمرها وعم تتعذب، لك يا أخي افرضها بنتك، شو بتعمل؟ لو كنت محلك بترك الخيار إله. لك بلا خيار بلا فقوس، البنت بدها تتطلق، يعني بدها تطلق وبدها تروح لعندي على البيت، فهمت ولا لا؟ أنا؟ لك أنا هيك من حكى معي؟ ما رح حرف، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. مشان الله روق، خليني أعمل لك كركديه. ما بدي بطيخ. طب كرمالي يا بلك. لك أنا كل همي مصلحتك، كل همي تعيش حياة مثل العالم والبشر. وأنت ما قصرت معها. لك المشكلة بالدين ما بصير نغصب بنتنا على الطلاق، أنا سألت الشيخ. وشو قال لك؟ قال لي روح. روح ارفع راسك ببنتك، هي بنت اصيلة، لك شرشحني شرشحة وبهدلني بهدلة مو طبيعية. يا ريتك ما قلت له، هلا بيفضحنا بالحارة. يا رجال، أنت لازم توقف جنب صهرك وبنتك، ولازم ما تتركهم بنوبة تخلي العالم كلها تخرس وتسكت، ولازم كل يوم تروح لعندها حامل محمل. بعدي عني، بقدر اوقف لحالي. كله للياس يا صفيه. بتعرفي وقتك جنبي كل هالفتره عرفت قديش انت معدنك طيب واصيل، وقديش انت وفيه وبتحبيني. لك انا مو بس بحبك، وبحب بنتنا وبحب عمي وبحب هالبيت اللي عشت فيه احلى ايام عمري معك. يمكن لو انك وافقتي تتركيني مستحيل كان يجي يوم من الايام واقدر اوقف على رجلي وروح على الشغل وطعمينك من على جبيني. الله يوفقك ويرزقك وينورك يا حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين عمي ابو موفق. جاهز عمي؟ جاهز لعيونك. راح يعجبك الدكان كثير، انت بتداوم الصبح وانا بداوم المساء، شو رايك؟ اذا بدك انا بداوم الدوامين كمان. اخ حبيب قلبي، يلا عمي لا تاخر على الدوام. يلا يلا. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام. لا اتركني اتركني، تمشي لحالي عمي، ماشي ماشي. الله يقويك الله يقويك ويحميك. يا الله يا رب. كانوا بدهم يخلوني اتركه وانا بترك روحي ولا بتركه، ولو ضغطوا علي اكثر بجوز كنت انشبرت على هالشيء.
كيف كانت حياتي بعدين؟ صباح الخير مرتين. لك يا صباح الفل والياسمين، يا أحلى شبوبية بالدنيا كلها، ولك الله لا يحرمني منك يا حق. الله يخلي لي اياك يا مو، بس يعني سعدية صبحت عليكي، بس يمكن أنت ما سمعتيها. سعدية الله يرضى عليكي، روحي بوسي إيد أمي وصبحي عليها. حاضر. لا أمي الله يرضى عليك، أنا ما بحب هالحركات، بعدين تقبرني أنا بس شوفها. لا بعود بشوفه ولا بسمع حدا غيرك. يلا تقبرني، فوت أنا جهزت لك كسر الصفرة مشان نفطر أنا وياك. سعدية الله يرضى عليكي، روحي على المطبخ في كوم جلي ونطفي هيك هالمطبخ شوي بطريقك، وبعدين بس يخلص ابن عمك بتجي بتفطري بعدنا. وافي سعدية يا مو، اليوم صبحيت أنا سعدية، وبجوز اما تجي تزورها، يعني ما حلو تشوفها عم تنظف المطبخ وعم تجلي الجليات من اول يوم. شو هاد شو ها؟ مو حلوه تشوفها عم تجلي وتنظف المطبخ؟ ولك بكفي اني عطيتهم ابني، ابني اللي ما في بنت بالشام كلها ما بتحلم انه يتجوزها ويكون تاج راسها. مرت عمي اسمحي لي روح شق على امي، سمعت امبارح من الجاره انه مريضه كثير، والله قلبي مثل النار عليها. لا تاكلي همها، ما شاء الله حولها عندها اربعه غيرك. اساسا بلا ما تروحي لعندها وتغببي على قلبها، هي ما صدقت امتى طلبناكي ورحتي من وشها. بعدين حبيبتي اذا بتروحي لعندها هلا بيزيد تعبها وهمها. اسمعي يا بنت، هلا جوزك بتشوفي شو جايب لنا غراض، بتفوتي على المطبخ بتحضريهم مشان تطبخيهم وبلا حكي فاضي. هلا خوفي على امي صار اسمه حكي فاضي يا مرت عمي. هيك علموكي اهلك؟ يا بنت الشيخ ابو ظاهر، يا مربايه يا مهذبه، انك تردي بوش مرت عمك؟ شوفي ليش واصل صوتك لباب زقاق؟ تعا شوف مرتك يا ابني، عم قلها روحي اطبخي لجوزك، قال لا هي بدها تروح لبيت اهلها، عم ترد بوش مرت عمها، قله تربايه وقله تهذيب، شفت؟ شفت شو عم يصير بغيابك يا ابني؟ والله العظيم ما صار هيك يا ابني. خلص يا سعديه، ترد بوشي كمان؟ فوتي انضبي جوا يلا. طولي بالك يا ابو، طولي بالك. حبيبتي سعدية هاتي عنك، أنا بكفي تنظيف أرض الديار. لا أيوه يا عبي، شو عم تحكي مرت عمي؟ أنا شو رح أعمل لك؟ هلأ ابن عمك على وصول والطبخة صارت جاهزة، فروحي أنت زبطي لي حالك. يعني المرأة إذا ما كانت معطرة ومنظفة ومهفهفة الرجال بتزوغ عينه لبرا. بقى روحي شوفي حالك بالمراية وهنسي حالك لبين ما يوصل ابن عمك. لك الله يخلي لي اياك يا مرت عمي ويديمك فوق راسي، الحمد لله يا ربي انك رضيتي علي. يلا هاتي عنك، روحي بسرعه. يا مو شو عم تساوي؟ انت عم تنطفي الارض؟ وين سعديه؟ مو مشكله لك ابني، سعديه قاعده جوا بغرفتها عم تهندس حالها. لسها عروسة جديدة شو عليه؟ لك شو عم تهندس حالها؟ ما تهندس حالها، هي قاعدة جوا وانت قاعدة تشتغلي برا مشان يوجعك ظهرك. ولك سعدية، ولك يا قلية التربية والشرف والناموس، قاعدة عم تتغندري بغرفتك وتاركة امي عم تشتغل، ايش وجايبتيها خدامة عندك؟ الله وكيلك يا ابن عمي، هي قالت لي فوق. ولك اخرسي وليك، والله لا افصل جلدك عن عظمك. ولك خلص لا! حاج تربوت تشريح فيني حاج! أنا بنت الشيخ طاهر عاصم نور ربح، مربي أحسن تربية أنا مالي قليل الأدب، لك بكفي صبر، أنا ما عارف اللي يتحمل، أقسم بالله العلي العظيم جايب المصحف لأحلف لك إنه هي قعدت لي فوتي تغدري، وأنا أساسا كنت مخلصة شغل البيت، يعني ما لحقت أعمل شيء. شو
شو يا ابو؟ عم تقول انه بتحلف على القرآن الكريم، لساتك عن كلامك؟ شو علي لك ابني؟ قالوا للحرامي حلف، قال لهم اجاني الفرج. هي وحدة فاجرة وكذابة وممكن تعمل كل شيء. لك أنا فاجرة؟ لك أنا شو عملت لك؟ ليش عم تعملي فيني هيك؟ أنت ما بتخاف يا الله؟ لا خلصنا! خلصنا أنت وياها، ما عاد بدي أسمع ولا كلمة. قسما بالله العظيم لأحرقكم شوفتي. يلعن أبو العيشة. ابن عمي! لك ابني! يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. تقبريني ولا ما بصير عم تعملي بحالك هيك؟ يعني انت من امبارح على لحم بطنك؟ لا سمح الله بتضعفي وبتمرضي؟ مرت عمي غالب والله قلبه طيب كثير، بكره بيروق وبيرجع احسن من الاول، بس هو هيك شوي تضايق من المشاكل اللي صارت بيناتنا. انا حتى ما عم يحكي معي، بس يوم يومين بيرجع مثل الأول وأحسن، صدقيني. هلا أنت عم تشبهي علاقتك بابني مثل علاقتي أنا وياه. لك أنت طبيعي يزعل منك وما يعود يحاكيكي. اللي ربته وتعبت فيه وتركت كل الدنيا وكل الناس مشان تهتم فيه. معقول؟ معقول يجي من قلبه أربعة أيام لا يسأل عني ولا يحاكيني ولا يحكي معي؟ لك هو ما بيعرف، ما بيعرف شو هو عندي. أنا بموت، والله بموت من دونه. هو حياتي كلها، هو كل شيء عندي، هو حياتي، هو روحي. هذا كله منك انت، انت اللي ضليتي تمثلي قدامه دور البريئه لحتى صدقك، حتى خليتيني اخسر ابني. انت بتعرفي، بتعرفي يلي بياخد مني ابني شو بعمل فيه. انت بتعرفي شو لازم يصير فيه. موتي، لازم تموتي حتى يرجع لابني. ارحمي موتي، موتي 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 موتي. رجعي، شو عم تعملي تركيا؟ موتي تركيا يا عمي، بعدي عنا. الحمد لله، الحمد لله ابن عمي كانت رح تموتني. لك شو صار لك؟ كنت رح تقتلي اياه. ليش؟ ليش جوزتيني اذا كان بدك تعملي هيك؟ ليش؟ مني يا حبيبي، لا تصدقني شفته، لا تصدقني شفته. بحبك كثير يا ابني، بحبك. لا تصدقني شفته، لا تصدقني شفته. خلص امي، خلص خلص، لا تحكي. كل الحكي ما عاد يفيدك. انا شفت بعيوني شو كنتي عم بتساوي. لا تزعلي، هلا بنروح انا وياكي نقعد بغير بيت. امي، 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 امي.
شوفي يا بنت الناس، أنا أمي صارت عاجزة تماماً، بدها مين يطعميها ويشربها وينظف من تحتها، بدها إيد حنونة. أنا بعرف قديش هي ظلمتك، كانت قاسية معك، مشان هيك القرار عندك، بدك تطلقي حقك وتاخدي حقوقك كلها على دوز بارة. بس إذا بقيتي لازم تعرفي إنه أنا أمي أول شيء، رح تلاقيني دايماً آكل شارب نايم عندها. لا يا ابن عمي، لا يا تاج راسي، أمك هي أمي وأنا والله ما بكرهها، والله أقسم بالله العظيم إني بحبها، وإذا قصدك على اللي عملته فيني فالمسامح كريم. أنا ما بحمل حقد بقلبي ولا ضغينة، وإذا كل بني آدم حمل شي جواته كان هالكون ما عمر، كنا كلياتنا محبش.